اهلا ومرحبا بكم، انا باتريشيا ديون ونلغي نظره سريعه على عناوين الاخبار اي راديو اليوم. كشف تقرير صادر عن البرلمان القومي ان شركات الاتصالات زين وام تي ان لسه بيدفعوا ضرائب الارباح العامه للسودان. البنك المركزي خفض المزاد الاسبوعي للبنوك التجاريه ومكاتب النقد الاجنبي من 20 مليون دولار الى 10 ملايين دولار امريكي. النبي المثير للجدل أبراهام شول سيمثل أمام المحكمة بكرة لأول مرة منذ اعتقاله قبل سنة. وفي أوغندا تم نقل 5 أطباء ومسؤول تخدير إلى العزل لتلقي العلاج بعد إصابتهم بمرض فيروس الإيبولا أثناء أدائهم لواجبهم. شكرا للمتابعة.